التقنية وأنا أشوف أنها مهمة وسهلت أشياء كثيرة. يمكن أهم شيء أن المصحف أنه يكون في جوالك، وهذا من الأشياء اللي المميزة اللي الواحد يستذكر في عظمة الله وآياته، وأنها تكون موجودة عنده في جواله، وأنها تكون قريبة منه في كل وقت وفي كل حين. والتطبيقات اليوم كثير منها موجودة فيها القرآن الكريم، وفي أيضا أشياء محرفة. الأشياء المعتمدة يمكن تذكرونها من زمان، كان بيت التمويل الكويتي كان مشتهر عندنا هذا التطبيق. اليوم الحمد لله جهات حكومية كثيرة أو تجار كثر قاعدين يحاولون يخدمون القرآن ويخدمون أهله، مثل تطبيق آيات اللي موجود في جامعة الملك سعود، وتطبيق والدة بدر الراجحي، عيال الراجحي، وأعرفهم أنا شخصيا، يشتغلون على التطبيق بشكل مميز. القرآن من أهم مميزاته والأشياء اللي فيه أنه بالتكرار وبالتردد، وأنه يصير قريب منك لأنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها.